الباذنجان، موطن نبات الباذنجان الأصلي في الهند، ثم انتشر إلى أمريكا، ومن ثم إلى دول أوروبا، ثم إلى آسيا وإفريقيا. ويعتبر الباذنجان أو ما يسمى بالأسود العجمي على أنه نوع من أنواع الخضروات الموسمية الشائعة، حيث يستخدم في الكثير من الطبخات الطيبة، وله طعم لذيذ وطيب. قديماً كان المصريون القدماء يعتقدون أن الباذنجان من النباتات التي تسبب الصرع والجنون، وعرفه الفرنسيون عام 1760 ميلادي، ولم يأكلوه إلا في عام 1795، بل كانوا يستخدمونه للزينة. يتميز الباذنجان بلونه البنفسجي الغامق أو البنفسجي الفاتح أو البرتقالي، ولا يؤكل نبات الباذنجان نيئاً بل بعد الطهي، لأن طعمه مر قبل الطهي، ويحتوي على الفيتامينات والمعادن والأملاح مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والزنك والفوسفور والمغنيسيوم. فوائد الباذنجان: يساعد كثيراً في مرض السكري بسبب وجود الألياف التي تساعد في التحكم بنسبة السكري بالدم. يساعد أكل الباذنجان في التخفيف من نسبة الكوليسترول عند مرضى الكوليسترول. يساعد في الوقاية من أمراض السرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة. يعتبر الباذنجان مهدئ للأعصاب لاحتوائه على النيكوتين، ويساعد في خفض الضغط لاحتوائه على البوتاسيوم.